السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ والنهاردة جايب لكم مواد جديدة للعبة جنرال زيرو هاور، وهنعرف ازاي نحمل اللعبة وازاي هنفكها ونسطبها وازاي نشغلها. ودلوقتي يا شباب نروح على تحميل اول حاجة. ادي صورة المواد او الباتش اللي هنحمله وهنشغله ونلعب عليه. بس في الاول يا شباب اتمنى منكم انكم تعملوا لنا اشتراك في القناة وتشاهدوا بقية الفيديوهات، هتلاقوا فيها حاجات كتيرة هتعجبكم جدا يا شباب. وعايزين نكبر القناة يا شباب بيكم، فياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا لنا لايك، وهتلاقوا زي ما بقول لكم في فيديوهات كتيرة هتعجبكم، في العاب وفي كل حاجة في القناة. طيب نروح دلوقتي على التحميل. طبعا هتلاقوا عشان تحملوا من الرابط، وفي فيديوهات تانية هحطها لكم عشان تعرفوا ازاي تعملوا اللعبة وتفكوها. هتلاقوا حاجات كتيرة في الشرح دوت، كله هيبقى في قلب المدونة، ورابط المدونة هتلاقيه اسفل الفيديو. طب وهسيب لكم برضك الرابط التحميل في قلب المدونة. هنروح دلوقتي ادي هاي الصفحة اللي احنا هنحمل منها، وادي اهي معلومات عن المواد. هتضغط هنا تدوس داونلود، عشان في ناس كانت بتسعى المواد اللي فاتت اللي كنت بنزلها والباتشات بيقولوا لي ما بنعرفش نحملها ازاي، وبشرحها في اول الفيديو. هتطلع لك القائمة دي او اللوحة دي قدامك، وهتصبر شوية هتلاقيها طلعت قدامك. هي مساحتها مش مكملة 1 جيجا. طبعا لو ما طلعتش القايمة دي قدامك كده اللي هي لوحة التحميل ديت، هتضغط هنا تدوس على كلمة تنزيل، هتضغط عليها هتطلع لك الداونلود بتاعك للباتش او المواد، وطبعا هتضغط تحميل. طبعا انا محملها سابقا قبل كده. طيب تعالوا معايا دلوقتي ونروح نشوف بعد ما حملناها هنعمل ايه. بعد ما حملتها يا شباب، سواء بقى على المكان اللي انت حملت فيه على اي بارتيشن، ادي اهو المواد بتاعتنا. طبعا هتقف عليها كليك يمين وتستخراج هنا. طبعا لما هتطلع على الملف تفكه هتلاقي فيه ملفات كتيرة، احنا اللي كل اللي يهمنا الملف دوت. هتخش عليه اهو، ده الملف بتاع اللعبة. طيب كده تمام بقى، ركزوا معايا في الجزء ده كده يا شباب. طبعا في فيديو انا كنت شرحته قبل كده اللي هي حلول مشاكل لعبة جنرال وازاي تحل المشاكل دي، وكنت قلت في اللعبة انك انت لما تيجي تسطب اللعبة في بدايتها بتاخد منها نسخة، نسخة وهي لسه خام من غير اي مواد ضفتها عليها ولا اي حاجة، وبتحتفظ بيها على البارتيشن بتاعك، لان لو حصل مشكله او باتش زي دوت احنا بتحطه على الملف. المفروض ان نفك المواد ديت ونحطها على النسخه اللي هي زيرو هاور الاساسيه على السي اللي هو في الفولدر ده. طبعا لو انت حطيتها وجيت تنزل باتش تاني او مواد جديده هحطها لك تاني، هتيجي تحطها على دي مش هتلاقي اللعبه تشتغل معاك خالص وهتفصل، ولو حتى حبيت تشيلها اللعبه هتلاقيها اتشالت منها ملفات معاك وبرضك اللعبة هتقف. فعشان كده باخد نسخة خام اهي من زيرو العادية، من جنرال العادية وجنرال زيرو هاور، باخد نسخة وبحفظها على اي بارتيشن بعيد عن السي، بحيث ان انا حبيت السي اغير الملف بتاعه ارجعه خام تاني بنقل الملف ده ليه تاني. ففهمنا النقطة دي. طيب انا واخد اهي نسخة، طبعا مخلي النسخة دي محتفظ بيها على طول خام، باخد منها نسخة كوبي وباجي هنا يا شباب. عايز بقى احطها على الديسك توب من بره براحتك حطها، عايز تحطها بردك في قلب بارتيشن تاني لوحده بردك حطها. فانا هنقلها هنا احطها مع البارتيشن بتاع الالعاب.
بس نصيحة ما تحطهاش على الديسك توب، لان على الديسك توب هتحط كذا كم ملف، لان الملف ده حجمه كبير، فلو حطيت 4 ملفات ولا 5 ملفات من النسخة ديت هتلاقي السي عندك اتملت. فانا دايما بحطها على قرص فاضي على الدي وعلى الاي كده اهي. طبعا النسخة دي زي ما قلت لكم دي انا واخدها خام من اللعبة بعد ما سطبتها على السي. الفيديو ده برضك هتلاقوا الشرح، هيسيب لكم الرابط في قلب المدونة، وهتشوفوا الفيديوهات دي، ويا ريت تخشوا تشوفوها وتراجعوا عليها قبل ما تعمل حاجة عشان ما تتلخبطش. طيب انا كده نزلت ايه اللعبة بتاعتي اهي هنا كده بره. طبعا ده اللعبة اللي هي جنرال اللي انا حاطط فيها المواد بتاعتي والخرايط وكل حاجة. ادي اللعبة اهي اللي احنا فكيناها من عليها الضغط، وده البارتيشن اللي بقول لك عليه. هتقف على هنا كليك شمال كده وتدوس كنترول مع حرف الاي، وهتاخد منها نسخة كوبي، وبعدين هتروح على النسخة اللي احنا اخدنا منها اللي هي بتاعت السي زي ما بقول لكم، الملفات بتاعت السي اللي هي الخام. طبعا اي مواد جديدة انا بعمل لها ملف زي ده وبحتفظ بيه، ده احسن لي بدل ما باجي احط مواد على مواد اللعبة تقف، بفضل اسطب اللعبة من اول وجديد، وافضل اعمل اعيد الحاجات بتاعتها من جديد. فدي كده احسن يا شباب. كده انا بنقل المواد ده اهي هنا، اهي كده انا خلاص نزلت عندي اهي المواد. هنزل بقى على الايقونه ديت، هتطلع لي الصفحه دي، هدوس ستارت هنا. في حاجه بقى عايز اوريها لكم، لان ممكن المشكله دي هتقابل اللي بيلعب، هنشوفها مع بعض. هندوس ستارت عادي كده ونشتغل مع بعض. شايفين الباد المواد؟ بصوا شايفين الشاشة ازاي، ولو لعبت لو حبيت اكبر مش هيكبر مع الشاشة، حتى لو دخلت العب من جوه دخلت على الاوبشن هنا اجي اغير في الشاشة هنا مش هيتغير معايا، هلاقي الزرار ده ما بيتغيرش معايا. نوطي بس الصوت اللعبة عشان لما نيجي نلعب بيبقى صوتها عالي. بس كده زي ما انتم شايفين حجم الشاشة ايه، مش مالي معايا البتاع دي. طب اعمل ايه؟ نخرج كده خالص، نوردك نشتغل، ندوس ونشغل من جديد. تحت كلمة ستارت هنخش على السيتنج اللي هي الاعدادات. بصوا انا يا شباب عندي حاجة هنا اسمها اتش دي واس دي، انت شوف لو جهازك امكانياته عالية وكبيرة تدوس اتش دي، لو هو جهاز عندك امكانياته يعني متوسطة هتدوس هنا كده، وبعدين هقول له سيف كده خلاص. اجي بقى اشغل اللعبة، بص اللعبة هتعمل معايا ازاي. طيب نشغل كده دول بسرعة عشان نشوف ايه اللعبة نظامها ايه. طبعا هنا عندي اللي هي المهمات مقفولة مش شغالة، المهمات اللي انت بتاخدها او بتعملها. نخش هنا نلعب عادي. طيب عندك هنا طبعا الخرائط، هنا هي هتلاقي فيها خرائط جميلة نازلة مع اللعبة. نختار اي حاجة كده، تعالى بقى هنا نشوف. عندك هنا اللي هي الناتو، الناتو ديت امريكا اللي هو العلم الامريكي، واللي هي بي ال دي اللي هي دي الصين،
واللي جي ال دي طبعا اللي هي العراق او الشرق الاوسط، نخش نلعب كده. انا بحب دايما العب بصراحة بالصين لان الاسلحة بتاعتها بتبقى قوية وبتبقى يعني اقوى من الجيش حتى الامريكي. العب ضد امريكا طبعا، هي بتختار الالوانات، وهنا بالنسبة للفلوس أو الموارد بتختار أعلى حاجة عندك، وصل 100 ألف، فطبعا مبلغ كبير. نحط هنا نبتدي الأرقام على الخرايط، وبعد كده هتدوس ستارت. طبعا نسيت في بداية اللعبة ان اختار كانت ايزي او هارد، يعني صعب او سهل، فلكن مش مشكلة. انا بس بوريكم كده اللعبة او المواد اشتغلت ازاي وهنلعب عليها دور كده، يعني مش هنكمل الدور للاخر، هنلعب حاجة كده بسيطة واوريكم المواد او الباتش عامل ايه من جوه. طبعا انتوا شايفين الجرافيك بتاعه يعني جميل جدا، شايفين الأشجار وشايفين السحاب وهو بيمشي على الأرض أهو شايفين، وطبعا الضباب على فكرة يعني اللي هو كده كأني بلعب في الفجر أو في الليل، فالجرافيك بتاعها عالي جدا وجميل. وطبعا عشان لو في أي مشاكل قابلتك بقى في اللعبة هتلاقي الرابط المدونة فيها فيديوهات كتيرة بتشرح لك الحاجات اللي بتقف قصادك أو المواد اللي ما بتشتغلش ممكن تعملها ازاي او تفكها، وهتلاقوا طبعا في مواد كتيرة انا هديتها لكم. يا ريت يعني تشاهدوا الفيديو يا شباب عشان تعرفوا ازاي تشغلوا الباتشات والمواد ديت وايه الاضافات اللي تكملة ليها، وازاي تحافظوا على اللعبة، وازاي لما تيجوا تاخدوا منها نسخة بحيث اللعبة ما تفضلش تشيلها وتنزلها كل شوية. انا هجري بس الفيديو بسرعه كده، انا زي ما قلت لكم انا بشرح المواد يعني انا مش بشرح بلعب ازاي، فهنجري كده شويه.
كده يا شباب وصلنا لنهاية الفيديو، وبتمنى يكون الفيديو عجبكم يا شباب، ويا ريت ما تبخلوش علينا بالاشتراك زي ما قلت لكم، عايزين نكبر القناة بيكم، وتشير الفيديو لكل اصدقائك، وتدوس لايك لو الفيديو عجبك، وتكتب لنا تعليقك اسفل الفيديو، ونلتقي ان شاء الله مع فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.